from Baghdad, Iraq to the world, to anyone who can hear us. There is a mass murder here against innocent people who came out to demand their most basic rights. هذا الجيل بعد ما تقدر تستفزه خطبة تحريضية من إمام جامع أو بيان حزبي من أحد الأحزاب، لأنه مشغول بقضية أكبر، البحث عن وطن حر وكريم. لكراد السنة والشيعة هذا عراقي لا منبيع. نوب نوب يعني خدول عينهم الشعب شلون ايد وحده؟ والله اشوفهم يردون ركض، لا يسالون هذا السني، لا يسالون هذا الشيعي، لا يسالون هذا مسيحي قبل.